سيتي مع الإعلاميين النهاردة، ممكن نشوف جزء منه. طيب احنا في صوت يا جماعة، ممكن نسمع الصوت. الصوت بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلام دلوقتي ما فيش بس بيشتغل بالإعلام، مساحة الإعلام كلها الإعلام بيشتغل بالإعلام زي ما هو. لا أنا لا سامع حضرتك، بس هو مش سامعني. ده القصد بقى، ده القصد. فالكلمة اللي إحنا بنقولها متشكرين جدا جدا، وبقول باسم كل المصريين اللي كانوا على طول عملوا حاجة عظيمة جدا هنا عايز اقول لكم ايه؟ اقول لكم ان احنا الهدف الاستراتيجي بتاعنا كلنا هو تثبيت الدوله المصريه. وكلامنا مش جديد اللي انا بقوله، بس انا بكرره عشان افكر نفسي ونفتكر مع بعض. 25 يناير الناس خرجت وسقط النظام، بس كانت بتخلي تسقط الدوله. ليه؟ لان اللي كان يدير الامر ما كانش فيه دماغ. مش احنا قلنا الكلام ده في ما كانش فيه دماغ موجوده تقول هنعمل ايه؟ فبقت تطلق الافكار وتتحول الى حركه. الدوله مش كده. الدوله ليها حسابات عشان تستمر دوله، لانها مش 90 مليون. لو حصل زي ما بيقولوا شوفوا الدنيا. ربنا اراد ان احنا نتعلم نوعى بسرعه. اللي احنا بنشوفه ده في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ممكن اجيال طويله تاخد سنين طويله ما تعرفش تتعلمه. وده اللي احنا بنشوفه في رد فعل الشعب المصري. ليه هو قلقان؟ ليه هو منتبه؟ ليه هو ملتف؟ ليه هو مسؤول؟ ما هو الموضوع بتاع قناه السويس ده لازم تتوقفوا قدامه. ودي انتوا حاجه برضه انتوا عملتوها. كلمتكم تطلق المشروع ده كان فيه كلمتين وخلاص. لكن انتوا شكلتوا حالة عند المصريين. الحالة دي كانت ليها يعني عنصرين او عاملين مهمين. العامل الاولاني ان انتوا حسستوا ان احنا ممكن احنا المصريين ممكن نعمل حاجة بنفسنا. الرقم اللي ده مش بسيط عشان تتكلم في 60 70 كنا ممكن ناخد اكتر من كده كمان. يعني احنا ال 64 مليار دول كان ممكن يبقوا 100 مليار واكتر كمان. طب مين اللي عمل الحاله دي؟ مش بس اطلاق القناه، لا ده وعي المصريين وجهد الاعلاميين. وارجو ان انتوا يعني تبقوا متاكدين ان انا ما بجاملش. ان انا باكد على الدور اللي احنا محتاجينه مش دلوقتي وعلى طول. فارجع تاني انا اقول ان احداث 25 يناير الثوره بتاعتها ثوره ما فيش كلام. محدش يفكر كده. قلت ان احنا بعد كده الامور اتلخبطت مننا، احنا المفروض نفهم الناس اتلخبطت مننا. كان المطلوب بس ان مش كان كل الاماني وكل المطالب اللي في الميادين ان في الاول وزير الداخليه يمشي، مش كده؟ طب ماشي، طب رئيس الجمهوريه برضه يمشي. طب ايه اللي خلانا دخلنا بقى ان احنا هنخش على وسط الدوله نهد فيها؟ احنا محتاجين ان دايما نشكل وناكد على الوعي. غير الوزاره زي ما انت عايز، اي حد اي حد انا همشي لكن البلد تقف. امال ايه؟ ايه البشر دول؟ ايه رئيس الجمهوريه ده؟ يمشي على طول، يمشي على طول لكن البلد تقف والناس تعيش. دول 90 مليون لو اتلخبطت البلد الناس دي هتبيع. ده الوقود لو اتاخر اسبوع لا طب ده جزء من المهم ان احنا نبقى فاهمينها. وحتى احنا محتاجين ما نشككش الناس بقصد او بدون قصد في اللي فات. انتوا هتاخدوا دايما الكلام كل كلام توافق. ليه كلام توافق؟ احنا بنصلح بعض مش كده؟ يعني حصل في السنين اللي فاتت حاجات كتير غلط. فالحاجات الكتير دي عملت شروخ في المجتمع.
شايفين الغلط، يعني شايفين حاجة ممكن ما نتكلمش فيها مؤقتا بس عشان لو نتكلم بيها بشكل يساعد على ان احنا دايما الكتلة المصرية تبقى كتلة واحدة. وارجو ان انتوا تفتكروا ان احنا على مدى اللي انتوا سبقتوني على كل حاجة هتجدوا ان انا حريص جدا 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 ان لا تطلق كلمة فيها إساءة حتى اللي المفروض ان احنا نسمعهم. هو الإجراء بالفعل، يعني الإجراء بالفعل، وعايزين نعلي الناس لو هما يبقوا مترفعين جدا عن الإسفاف والكلام اللي يعني ما مثلا هتكلم 20 مرة في أحد الناس اتكلم في حقي شخصيا يعني ومفيش رد ومش الرد بتاعنا حولهولكم كنت حولهولكم وأنا صغير كان في ناس كبار يضربوني. اقول لهم ايه بقى؟ بكره اكبر ورا اكبر. انا واقف كده اقول ماشي بكره اكبر واضربكم. اقصد كده حاولوا حتى الاساءه للاخرين